Wanna keep you drunk. Wanna keep you drunk, babe. Wanna keep you drunk. Wanna keep you deep, to keep you deep, to keep you deep, to keep you deep. Wanna keep you deep, to keep you deep. Bodies, baby, making bodies we just use for fun. Baby, making bodies we just use for fun. Baby, making bodies we just, baby, making bodies we just, baby, making bodies we just. Let's go. السلام عليكم احباب، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. قد نهار اليوم ان شاء الله تكون واحد الوصفه اللي سهله وبسيطه، باش من بعد شويه من الدجاج ومن بعد شويه من اللحم تكون واحد الطريقه اللي يقدروا ياكلها كل شيء. طاجين بالفلافل وبالبنجر ومطيشه، كيجي صراحه زوين بزاف، راه معاه واحد البطاطه اللي كتجي مذهله في المذاق. ما نطولش عليكم الفيديو، نمشيو مع المقادير وطريقه التحضير والصحه والراحه. كل منكم بزاف. ودابا غنبداو بالمقادير على بركه الله، واختي الكبيره هي اللي غتوجد ان شاء الله هذا الطاجين، ويلا غادي نقدم لنا المقادير. المهم السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي داير مع الصحيحه؟ كلشي بخير. اليوم عندكم واحد الطاجين اقتصادي. اليوم معنا المهم الدنجال مقطع دواور هكا غوندال، اييه، ومطيشه حتى هي غوندال، وفلفله والقزبر، قزبر ومعدنوس بجوج مخلطين، والزيت والملح والكمون وسميتو البزار والبزار. نبداو على بركه الله. بسم الله بسم الله. صفو الطاجين داك سميتو الدجاج الاول. الدجاج هو الاول من قبل درت واحد شويه ديال الزيت لك تشوفوه في الطاجين، معلقه هكا صغير، معلقه على حسب باش ما يلصقش داك الدنجال تحت الطاجين. اختي الا ما بغاش يديرها ديرها عاوتاني من الفوق، انا كنديرها هي الاولى وصافي. داكشي اللي كاين دابا هي دارت دنجال في الطاجين، وعاد دير بزار. كل طبقه هكا تنديروا بزار غير شويه، حيت كل سميتو كل طبقه تجي فيها شويه ديال البزار والملح. درنا الدنجال دابا، ها شويه ديال القزبر، ها وكتبع، يعني كل طبقه كدير فيها الملح والبزار، غير الملح والبزار. الملح والبزار كمون ما كديروش حتى التالي، التالي شويه تيم مرات. انتي ما تحاولي باش تبين تعاود دير عاوتاني البزار فوق مطيشه والملحه والقزبر حتى هو بهذه الطريقه. بعد غتبع الفليفله، دابا نفس الطريقه غديرها الفليفله حتى تكمل جميع الخضروات. تكمل الفلفله ومطيشه والدنجال، هي وراتكم الطبقه الاولى اللي فيها الدنجال ومطيشه والفلفله، نفس القضيه ملحه وبزار وقزبر حتى غتكملها الطويجين كامل تتفو كامل. في التالي غادي نديروا واحد شويه ديال الثومه والكمون والزيت البلديه، عفوا زيت الروميه. انتم غادي تشوفوا معنا الطريقه والشكل النهائي، كيجي بنين وكيجي غزا كيجي فن. جربوه ورطعيه. ودابا البنات حنا استفنا الطاجين ديالنا كما كتشوفوا، كيجي بهذه الطريقه هذه، كيجي بهذه الطريقه هذه. دابا غادي دير هذيك الثومه حتى هي غونديل، ما غاديش تحكها، غديرها غونديل بهذه الطريقه هذه. وري ماغيزان عندك الغونديل تيكون رقيق، قربي شويه للكاميرا، فوالا ها هو بحال هكا غتقطعها كلها هي. دابا كيف ما شفتوا حنا قطعنا دابا هذيك الثومه كما كتشوفوها في الطاجين، ها تقطعات، قطعنا غونديل. دابا غنضيف الزيت الروميه على كم من فوق، هادشي كله هاد الخضره اللي كنشوفوها دابا كلها كتهبط كتنزل كتجي زوينه، تكون منقوصه عليها. العافيه تكون مهيله بزاف. وخليكم معنا حتى تشوفوا الشكل النهائي ديال هاد الطاجين ديالنا اليوم. غادي نوريكم ان شاء الله واحد البطاطا اللي كتجي زوينه بصراحه، كانت دارتها لنا اختي الصغيره وعجبتني، وقلت علاش لا حتى انا ما شاركاش معكم فهاد الوصفه هذه، ماشي ديالي، ديال اختي الصغيره. كنقول اختي صغيره فيا ماشي صغيره، زعما اختي صغر مني. فالبطاطا شديتها سلقتها هنايا، يعني سلقناها كيف العاده. غادي نديروا عليها مايونيز هاد النوعيه، ماشي حيت بغيت ندير اشهار، ولكن هاد النوعيه زوينه، ما بغيتش ندير اشهار كما قلت لكم، ولكن كما قلت لكم هاد النوعيه ديال المايونيز زوينه. دابا غادي نديروا المايونيز، عندي قياس ديال جوج معالق كبار بحال هكذا،
من بعد غادي نضيف شويه البزار، الملحه، حيت الفرماج مالح، مايونيز مالح، وديجا سلقنا البطاطا بالملحه، وعندي هنايا فرماج احمر، فرماج احمر كما شفتوا، غادي نضيف هذاك الفرماج الاحمر كامل بهذه الطريقه هذه. فوالا وغادي نبدا نحرك غير بهذه، ما غاديش نعسى، غادي نحرك غير بهذه الطريقه هذه باش البطاطا تبقى ليا صينه، يعني تبقى مربعات. كتشوفوا كما كتشوفوا دابا ها هي البطاطا وجدات، ما غاديش ندير في الثلاجه لا والو، غادي تكال هكا سخونه ونديروها في الطبق ديال التقديم مع داك الطويجين وصافي. دابا خليكم معايا باش تشوفوا الطبق النهائي ديال الطويجين كيفاش جا، البطاطا كيما شفتوها انا وريتها لكم طابخها مع الطاجين، وبالصحه والراحه. كيفما شفتوا البنات دابا الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا اليوم جا بهذه الطريقه، هذه كيجي زوينه وكيجي بنين بزاف. البطاطا اللي رفقتو معاه هي هذه من الخيار ديال اختي الصغيره، صراحه كتجي زوينه زوينه بزاف. كنتمنى نعجبكم الطبق ديال اليوم، ما تنساوش انكم ديروا ابوني، اللي ما دارش ابوني دير ابوني، وديروا تعليق كيف كديروا دائما، الكومنتات ديالكم كلهم زوينين، كلهم كنقراهم، كلهم كيعجبوني بزاف بزاف، ودير لايك على الفيديو كنبغيكم بزاف، ما تنساوش بارطاج، وشكرا لكم بزاف، سلامة.